بعد ما أن وصلتم إلى أرقام كانت مطمئنة جدا، ولكن بعد حظر التجوال الجزئي ارتفعت هذه الإصابات، هل أنتم بصدد الرجوع عن حظر التجوال الجزئي والعودة إلى حظر أكثر صرامة من الحظر الذي كان للضرورات التي شهدناها؟ نعم، أولا بين حضرتك أنه القرار ليس قرار الصحة فقط، الصحة جزء من اللجنة العليا. نعم. وزير الصحة عضو في اللجنة العليا ويبين الرأي الفني العلمي قدر تعلق الأمر بوزارة الصحة والبيئة، فقرار الحظر أو قرار الحظر الجزئي أو غيره هو قرار لهيئة عليا لمؤلفة من كل الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع. ثانيا، تعرف حضرتك فترة حضانة الفيروس يعني هي من يومين إلى أسبوعين، فإذا افترضنا أن اليوم أكو أي تصرف أو أي حركة في المجتمع عدت إلى إصابات، من يتوقع ظهورها نفس اليوم أو ثاني يوم أو على الأكثر بعد يومين مثلا؟ زين. نتوقع عدة أيام حتى تبين هذه الأعراف. فالقرار رفع الحظر الجزئي لا زال، يعني إذا افترضنا أنه صارت إصابات أول ما طبق، فإحنا نحتاج إلى بعد وقت لدراسته، لكن الكل شاهد وحضراتكم متابعين دقيقين لاحظتوا أنه انخفضت أعداد الإصابات في العراق حتى وصلنا إلى 15 إصابة باليوم. تمام. بدون وفيات، ومن ثم صعدنا 19 20 30 وصار لنا يومين في أفق الخمسينات. وأيضا أكو موضوع آخر مهم قل ما ينتبه إليه، إحنا كنا وصلنا إلى أنه أعداد حالات الشفاء أكثر من الإصابة، وهذا تمام. مهم. تمام. لأن إحنا عندنا كل يومين عدد تراكمي من 600 نزلنا إلى 400، يعني حالة راقدة. الآن رجعنا نسجل إصابات أكثر من الشفاء، هذا معناته أن الحالات تتراكم، فهذه مؤشرات تتابعها وزارة الصحة بدقة.